يلا بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ من عند احنا اخذنا المرة الماضية جداول اللي هي بسموه جداول الصواب والخطأ. الآن كيف نطبق عليها؟ انا بقدر اتخيل نوعين من الأسئلة اللي بيجوا عليها. النوع الأول اللي هو بيجي عن تكافؤ العبارات. حدد لي فيما إذا كانت العبارتين التاليتين متكافئتين أو غير متكافئتين. هذا النوع الأول. النوع الثاني بجيب لكم عبارات، أنا بكتب عبارات من عندي وبعطيكم قيم الصواب تبعتها، وبصير بدي منكم تحكوا لي العبارة المركبة إيش قيم الصواب تبعتها. مثلا نأخذ النوع الأول السهل. النوع السهل السؤال بيقول إذا كان أو إذا كانت العبارة يعني كاف صواب. هاي مين حكى لك إنها صواب؟ وضع السؤال، أنا اللي حاط السؤال، أنا قلت لك إنها صواب. أنت ما بتعرف شو هي كاف أصلا، مش مهم شو هي، المهم إنها صواب. والعبارة فا خطأ، العبارة لام صواب. مرة ثانية، هذول شو هذول؟ لا أعطيتكم إياها، هذول معطيات، أنا حكيت لكم هذا الحكي. فما قيمة الصواب؟ للعبارة ليس كاف إذا فقط إذا ليس لام فإن ليس لام أو ليس كاف. هذه السبعة يعني ما؟ حكيناها المرة الماضية هاي. الآن كيف نحل سؤال زي هذا؟ أول شيء أنا بقول إذا كانت كاف صواب فليس كاف نفيها، يعني شو بكون؟ بكون خطأ. يعني أنا بالأول بكون عارف قيم الصواب لكل عبارة بسيطة. طيب فا صواب، ليس فا شو بتكون؟ عفوا خطأ شو بتكون؟ ليس فا أكثر صواب. إذا كانت العبارة الأصلية خطأ فنفيها صواب. اعكس ليس لام شو بتكون؟ خطا لان هي اصلا صواب فنفيها ممتاز. بعد هنا تمام الامور. الان نبدا نمسك العبارات الموجوده امامنا هاي اللي هي عباره مركبه، بصير افصل فيهم واحده واحده. ليس كاف شو احط مكانها؟ كيف عرفتي؟ من فوق، اذا هاي خطا. اذا فقط اذا الروابط هاي مش مزاجيه، هاي تلتزموا فيها. ليس لام شو احطها؟ خطا. حطي قوس. اذا فان كملي. ليس لام خطا او خطا. لعدون تمام الامور. شو سويت؟ كل واحده حكت شو معناها. That's it. الان بنيجي بنرجع للجداول. خطأ إذا فقط إذا خطأ شو بتطلع؟ جدول الرابع آخر جدول، لا بتطلع صواب. روحي للجدول الرابع. الجدول الرابع خطأ إذا فقط إذا خطأ شو بتطلع؟ صواب. طبعاً إيش لعب؟ هو القاعدة اللي بتصغري عليها أصلاً. يلا الآن نرجع لجدول الأول. خطأ أو خطأ شو بتطلع؟ خطأ. الآن نرجع لجدول إذا فإن صواب فإن خطأ، إذا كان صواب فإن خطأ، شو بيطلع الجواب النهائي؟ بيطلع خطأ. إذا شو جواب هذا السؤال كله؟ خطأ. الطريقة، طريقة الحل اللي شايفينها قدامكم. خلينا نفس السؤال نبغى نغير العبارة، نجيب مثال ثاني. يلا سريع. جيت أعطيتكم عبارة ثانية. ولتكن مثلا لام او ليس فا. نعم لا سؤال جديد لسه ما مسحتش. اذا فقط اذا ليس لام وليس كاف.
بدنا نحل هذا السؤال. لا صواب. يلا نبدا نفصل وحده وحده. اللام صواب ولا خطا؟ صواب. بحط قبالها صواب. الاو بحطها او. ليس ف صواب. انا اذا بطلع هون كل واحد عارف نبيه. اذا فقط اذا. يلا ليس لا خطا و خطا. ليس كاف هيها خطا. كاف صواب. اذا ليس كاف خطا. الان نرجع لجدول الاول. ص او صح صح. اذا وفقط اذا خطا وخطا خطا. في جدول صواب اذا فقط اذا شو بيطلع الجواب النهائي؟ خطا. ثالث سؤال. صعب؟ بسيط جدا يعني. لازم طبعا هاي القاعده اللي بتشتغلي عليها. هذا نوع من الاسئله. هذا النوع الاول من الاسئله. والله حكي واضح. قلت النوع الاول من السؤال الاسئله انه انا قيم الصواب انا بعطيك اياها. اسمعيني. النوع الاول انا بعطيك اياها. والباقي انت بتكتبين. جماعة تسووا لنا أسئلة اختيارية. انتم تسمعوا اللي بدكم اياه، تقولوا شو بدكم اياه. كلامي واضح. وبعدين انا يعني قاعد بسجل. يعني شو انا بسجل؟ يعني اي كلمة ما سمعتيهاش مني ردي سحبة التسجيل تسمعيها. عادي. لا كويس انك سألتي يعني. انا ما كويس. عادي جدا. بنعيد. النوع الاول قيام الصواب والخطأ شو بكون انا؟ انا ما بعطيكم اياه. وهذا النوع سهل نوعا ما، مش طويل وبتنحل ومجرد على القوانين على الجداول يعني وخلص. النوع الثاني من الاسئله اللي هو نوعا ما طويل، احنا راح نعمل عليه مثال واحد فقط، ما راح نعمل عليه كثير لانه طويل صراحه. يعني من انه بنقعد نشتغل عليه باخذ منه وقت طويل جدا. انه انا بسال عن شيء بسموه تكافؤ العبارات. تكافؤ العبارات. في هاي الحاله انا ما بكون معطيكي انه كاف صواب ولا خطا، ما بقول لك. انت بدك تعمل الجدول كامل. طيب نيجي بالاول النوع السهل، نفهم شو يعني متكافئه غير متكافئه. لا نجاوب على السؤال. العباره كاف ناص لك نصها. انا دمشق عاصمه سوريا، قيمه الصواب الى صواب ولا خطا؟ صواب. من معلوماتك العامه صواب، معروف انه دمشق عاصمه سوريا. الان العباره فا نهر النيل يمر من السودان، العبارة هذه صواب ولا خطأ؟ صواب. العبارة الأولى كاف قيمتها طلعت شو؟ صواب. والعبارة الثانية فاء طلعت قيمتها صواب؟ طلعت صواب. معناته بقول العبارتين متكافئتين. يعني العبارات نقول أن نذكر أنها متكافئة، نقول عن عبارتين أنهما متكافئتين إذا كانت قيم الصواب لهما متماثلة. نفس قيم الصواب بقول عنهم ايش؟ متكافئة. غير هيك مش متكافئة. ماشي. خاطئ خاطئ تكافؤ. صواب صواب تكافؤ. لكن واحدة صواب والثاني خطأ؟ لا. يلا كاف سبعة عدد أولي صواب، سبعة من الأعداد الأولية. فا 15 عدد زوجي خطأ. هاي صواب وهاي خطأ. هذول مش متكافئتين لأن قيم الصواب لهم مش زي بعض. اللي بعديها ثلاث أقل من سالب ثلاث فإن خمسة يساوي عشرة. هاي كلها على بعض عبارة واحدة. لا هيك بتجاوبوا؟ هيك بتجاوبوا؟ العبارة كاف جوابها النهائي صواب ولا خطأ؟ ما هي مركبة هاي، بقدرش أجاوب عليها دغري، لازم كل واحدة لحال. يلا الجزء الأول ثلاث أقل من سالب ثلاث خطأ. حطي خطأ. فإن خمسة تساوي عشرة خطأ. طب ارجع لجدول إذا فإن لما يكون خطأ يؤدي إلى خطأ شو بتطلع؟ صواب. إذا هذه كلها بدي امسح تحتيها واكتب صواب. شوفي ما جاوبت على طول صواب، ما بعرف إن صواب هيك شغوي، مضطر أحلل واحدة واحدة.
لأن العبارة الأولى حكى لي إياها. ثلاث أقل من سالب ثلاث لا خطأ، وخمسة تساوي عشرة خطأ، والرابط اللي بينهم في إذا فإن، برجع على جدول إذا فإن خطأ، إذا 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 كان فإن خطأ بيطلع صواب. إذا النهائي النتيجة النهائية لهذه العبارة في كاف كلها صواب. لسه ما كناش تكاف كناش الثانية لسه، هذا كله على العبارة الأولى بس. يلا العبارة الثانية، يلا خمسة تساوي عشرة صواب ولا خطأ؟ خطأ خطأ، نفصلها هاي خطأ. إذا فإن ثلاث أقل من سالب ثلاث خطأ. شو حكينا عنا لما يكون إذا فإن خطأ بطلع كله صواب، إذا هاي كله صواب. إذا العبارتين شو بيكونوا؟ متكافئة. لحظة هون الأمثلة بسيطة جدا لأن العبارة نفسها كانت معلومة، فأنا بأخذ قيمتها ما بطلع لها قيمتين، يا قيمة صواب يا قيمة خطأ، ما في إمكانية غير هيك. لكن لما بيجي معاي سؤال زي هذا، وهذا اللي بنجيبه في الامتحانات أكثر شيء، شو هو؟ إذا كانت العبارات كاف وفاء عبارتين، ثلاث عبارات ما بجيب لكم من هذا النوع، ما بنجيب ثلاث عبارات، بصير طويل السؤال. كويس؟ إيش اللي مش واضح؟ أتمنى منين نجيب الأتمنى هسا؟ يلا كويس، بدنا نأخذ مثلا واحدة منهم، بدنا نشوف هل هذول العبارتين متكافئتين. شوفي هسا بدأخذ سؤال منهن وحله، وما تبقى بيكون زيه. كويس، وما تبقى شو بيكون؟ بيكون زيه. يلا اي كنترول في، هسه شايفتيها العباره هيك واضحه، بكبرها هسه. انا اخترت عشوائي يعني اي سؤال، مش ضروري سؤال معين، كلهم بنحله بنفس النمط، واضح هيك؟ لحظه هسه انا اول شيء ما بطلع شو اللي بده اياه مني هنا، ايش اللي بتغير في هذا السؤال؟ اللي بتغير في هذا السؤال انه هو مو معطيني كاف شو هي، مش معطيني فا شو هي، مش معطيني قيمة الصواب لكاف، ولا معطيني قيمة الصواب لفا. ما حدش يدخل السؤالين في بعض. النوعية هذيك كنت أنا حاكي لك المصواب وخطأ، هون مش حاكي لك، بقول لك هل هاي العبارة اللي محطوطة في البوكس الأزرق تكافئ العبارة اللي محطوطة في البوكس الأحمر ولا لا؟ ما بعرف أنا، بدون ما أعمل جدول مش ممكن أعرف. في الطريقة اللي راح نمشي فيها راح نمسك العبارة رقم واحد هاي، وراح نمسك العبارة رقم اثنين، كل واحدة منهن نعملها جدول صواب مستقل، جدول كامل. الآن كيف بدي أبدأ بالجدول؟ مش مشكلة تبدأ من وين، تبدأ فا بعدين كاف، كاف بعدين فا، ما بفرق، لكن لازم تحافظ على نفس النسق في الجدولين. يعني أنا راح أبدأ بفاء وبعدين بدي أحط كاف، لمين قاعد بسوي؟ أنا قاعد بسوي للعبارة الأولى، لهاي بديت بفاء بعدين بكاف، طول بالك. في الجدول الثاني لازم تعملي فاء بعدين كاف، ما بصير تعكس. الآن الخانات اللي راح أعبيهم الآن هذول يعني أمست زي ما بقوله، لازم يعني هي هيك. كيف؟ انه العبارتين معا، يا بكون فا صواب وكاف صواب، يا الاولى صواب والثاني خطا، هذول مش فاهمين الجداول اللي اخذناها. يا خطا صواب يا خطا خطا، في غير هيك؟ هذه بنسميها امكانيات العبارتين معا. طب ليش تسويت هيك؟ ليش ما سويت زي هذيك المسائل؟ لانه هنا انا ما بعرف كم قيمه الصواب لكاف، فبحط كل امكانياتها. وصلت الرساله؟ الآن التعب تاعي بس راح يكون على إني أعبي الفراغات اللي موجودة هون. يعني مثلاً هون أشوف مكتوب كاف، هيني كتبتها، فا هيني كتبتها، بس مكتوب هون كاف فإن، إذا كان كاف فإن فا، إذن بحط عمود كاف فإن فا. مين قال لي أحطها هاي؟ السؤال. يعني أنا بعبي الجدول من السؤال، بعدين في لسه كمان في ليس، إذا بعمل ليس بين قوسين كاف فإن فا.
العبارة الأولى ظل إشي أكتبه؟ لا لا خلصت. شوفوا لو كانت طويل العبارة أكثر من هيك، يعني مثلا افرضي بحطوط ليس كاف ليس فا، بحط واحدة ليس فا واحدة ليس كاف واحدة مش عارف إيش حسب سؤالي. ليش لا؟ شو المشكلة؟ الآن هذا كيف بدعبي؟ بروح على إذا كان فإن، الأولى راح تطلع صواب، الثانية خطأ، صواب صواب، هذا حفظ. الآن العمود هذا شو معناته؟ معناته روح على العمود كاف، إذا كان كاف فإن فأقول فيه. يعني إيش يعلم فيه؟ خطأ صواب خطأ خطأ. هيك أنا طلعت قيم الصواب للعبارة الأولى. خلصت العبارة الأولى كاملة انتهى. نيجي على العبارة الثانية، بدي اعيد نفس القصة، جدول جديد، فبروح حاطط فاء. حكينا اتفقنا قبل شوي انه لازم نمشي على نفس الترتيب اللي بديت فيه. اول عمودين هذول زي ما تحكي اجباريات، ما تتشاطري فيهم. صح هيك؟ طيب الان بنرجع للعباره الاصليه، شو في مكتوب هون؟ في نفي فاء، ما في نفي كاف، في بس نفي فاء. لو في نفي كاف بحطه في السؤال هون، في نفي كاف؟ لا، في نفي فاء، اذا بحط نفي فاء. طيب هاي عمود، هاي بدها عمود. انا طلع قبل ما اجاوب بصير احط بالاول شو المكتوب فوق. يلا بدي كاف مع بالوا ليس فاء. طلعي كيف؟ انا مرات شو بسوي عشان اسهل على حالي الشغل؟ برقم العمدان، هذا عمود رقم واحد، هذا عمود رقم اثنين، هذا عمود رقم ثلاث، هذا عمود رقم اربعة. هو مش ضروري هذا الترقيم، هذا انا بحطه بس عشان اسهل على حالي اشوف كيف المسألة صايرة. يلا الان بدي ابدا بنفيفة. مين ينقلني؟ خطأ خطأ صح صح. طبعا ما في داعي اقول لكم لازم تحطون قبال بعض الشغلات، يعني السطر الاول كله قبال بعضه، مش عينك تضرب لتحت زي اولاد صغار هم بيكتبوا تلاقي خطه مال، هو بصير تقرا غلط. بدك تحطهم كلهم على سطر سطر واحد. الان بدي اربط مين؟ كاف مع ليس فاء، يعني عمود اثنين مع عمود ثلاث. شفتي كيف؟ بطلعش على التفاصيل، انا بطلع على انو عمود مع انو عمود. بدي اربط كاف مع ليس فاء، ايش الرابط؟ و يلا صح وخطا خطا، صح خطا وخطا خطا، صح وصح صح، خطا وصح خطا. هو بكون كاتب السؤال، السؤال نفسه هي هي السؤال حاطه و انا ما بجتهد من عندي، انا بجيب زي ما السؤال كاتب لي. بنقولهن تحت بس بفصلهن، يعني مضطر ليس فاء بحط ليس فاء، مضطر ليس كاف بحط ليس كاف، مضطر لمش عارف وا بحط وا، اذا فإن بحط اذا فإن. يجوز بده يربط شغلتين ثانيات مع بعض، شو ما طلب بحط له. الان كيف بدي احكم هل العبارتين متكافئتين ولا لا؟ بطلع على اخر عمود هون مع اخر عمود هون، بس 100% زي بعض وبالترتيب. خطأ خطأ صح خطأ، ليستا متكافئتين، واحدة بس تختل خلص ما في تكافؤ. يعني هنا صحيح طلعين ثلاث خطأات وصح واحد، وهون ثلاث خطأات وصح واحد، بس مش بالترتيب. لا 100% الأولى خطأ اللي هناك، الأولى خطأ، الثاني خطأ، الثاني خطأ، الثالث صح، الثالث صح، الرابعة خطأ، الرابعة خطأ. يعني بأخذ نفس القيمة في كل مكان، أي خلل في الترتيب يعتبر ليستا متكافئتين، ليستا متكافئتين. أما إذا طلعوا تماما يكونوا إيش؟ متكافئتين. صعب الحكي. طيب السؤال الأول نفس هذا السؤال، قالوا كاف تكافئ نفي كاف، مش متكافئ؟ تقدر تعمل لها صواب وخطأ عادي زي أي واحدة.
طيب نرجع نكمل على هذول، بدناش نطول فيهم هذول لانه بصراحه يعني ما فيهم شيء كثير ينحكى. يعني لو اخذنا عباره ثانيه مثلا فرضا زي رقم 3 بنسويها بسرعه. انا شو بعمل؟ بعمل جدول لهاي وبعد كلمه تكافئ بعمل جدول لهاي. هاي لها جدول، واضحه الصوره مش واضحه؟ فبروح ببدا كاف فاء. طب هناك انت بديت فاء بعدين كاف، فرقيش ابدا زي ما بدك بس ضلك محافظ على نفس النمط. يلا يلا هذولا عن غيب. وهون صواب خطا صواب خطا. هاي خلصنا اول عمودين للعباره هاي. حتى اركبها شو لازمني؟ لازم لي كاف او فاء، ولازمني نفي كاف او فاء. يلا طلع. صح صح صح. ام فيها خطا 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 صح. هاي خلصت العباره الاولى. انا وين عيني بتركز؟ اخر واحد اخر عمود. الان نيجي نعمل مع مين؟ مع العباره الثانيه. نسوي نفس الطريقة. يلا ابدي. هاي كاف وهاي فاء. انا ما في ناس بيختصروا الحل كيف؟ هو بقول لك كاف وفاء مكتوبات، ليش ما اكمل الجدول؟ بصير بس بس ما تلخبطش. انا خايف اكمل على الجدول يضيعوا لما بيكبرني القيم بصير كثار بتوه الواحد. يلا هذول راح نكتبهم على السريع. هذول عن غيب. نيجي على اللي وراه. شو بدي؟ بدينا في كاف، عطنا في كاف، وبدينا في فاء، وبدينا في فاء، وبدي اربطهم بوا بوا مش او. يعني هون بدي نفي كاف ونفي فاء. يلا انفولي كاف. خطا خطا صح صح. بتطلع على عمود الكاف معك. انفيلي فاء. خطا صح خطا صح. اربطي لي هذول العمودين بواو. خطا 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 صواب. الان هذول العبارتين نفس ترتيب تماما متكافئتين. خلصت القسم. اللي بعده تدريبات. هاي لكم تدربوا عليها. الان نيجي على تدريب 125 فكره جديده. هذول خلص خلصنا المنطق يعني ضايل بس شغلات بسيطه نحكيها. صنف العبارات التاليه الى تناقض او تحصيل حاصل. شو تناقض وشو تحصيل حاصل؟ طلع لي تمسك عباره منهن وليكن مثلا خلينا ناخذ عباره مثلا زي رقم 2. بدي اعرف انها تناقض ولا تحصيل حاصل. بروح بعمل جدول زي ما سوينا قبل شوي. اعمل جدول. سوينا مش تكافؤ مش عبارتين، في جدولين. جدول واحد راح تعمل بين كاف وفاء. هيك كاف وفاء. يلا اعمل. صواب صواب خطا خطا صواب خطا صواب خطا. يلا كاف موجودي خلاص ما بدي اياها. كاف موجودي ما بدي اياها. كاف موجودي ما بدي اياها. اذا كاف وفاء ما بديش. فيش نفي، ما في نفي. ندخل جوا الجدول بالاول. ندخل جوا الجدول بالاول في عفوا جوا الاقواس. اسف عندي كاف او فاء. اذا بحط كاف او فاء هاي اولويه. هاي خلصت كاف او فاء خلصت. بدي هاي تربط مع كاف. اذا كاف و كاف او فاء بعدين هيك. وهاي نزلنا عمود. انا شو خلصت؟ خلصت هذول. الان بدي اربط كاف اذا فقط اذا مع هاي كلها اللي هي كاف و
كاف او فاء هيك بالضبط بجزئها كل واحد لحال. الان لو رقمناهم عشان يصير سهل الحكي مره ثانيه هذول الاشياء انا من وين جبتهن؟ من السؤال. يلا عبوا لي كاف او فاء. حفظ عن الجدول. الان هذا العمود رقم 3 بدي اربطه مع العمود رقم 1 بعباره ابي الرابط و، لانه كاف اللي هي العمود 1 وهذه عمود 3 اربطيهن بوا راح تكون صواب صواب. ليش خطا؟ خطا خطا. طلع وين بطلع انا عيني على العمود 1 والعمود 3 اربطي لي اياهم بايش؟ بوا. يلا هسه بدنا نربط 4 مع 1 هذول 4 مع 1 لانه مكتوب كاف اذا فقط اذا كلها. يلا صواب اذا فقط اذا صواب بيطلع صواب، صواب اذا فقط اذا صواب صواب، خطا بصير صواب، هون بصير صواب. واذا فقط اذا الرابط احنا شو قاعدين نربط مين مع مين؟ واحد مع أربعة. إذا فقط إذا فقط إذا وفقط إذا، إذا كانوا الثنتين زي بعض صواب، وإذا مختلفات بيطلع خطأ. شو طلع معانا النتيجة النهائية؟ إذا طلع كله صواب بسموه تحصيل حاصل، بسموه تحصيل حاصل. إيش يعني تحصيل حاصل؟ يعني قيم الصواب كلها صواب ولا واحدة خطأ. طب إذا طلع كله خطأ؟ لا يسموه تناقض. اذا مصطلح تحصيل حاصل مصطلح تناقض يرتبط بالجواب النهائي لقيم الصواب للعباره المركبه. اذا طلعت القيم الصواب النهائيه كلها صواب نقولها تحصيل حاصل، اذا طلعت كلها خطا نقول تناقض. اذا طلعت كلها خطا شو بنقول عنها؟ تناقض. بس ما بدناش نحكي اكثر من الكلمتين تناقض. وايش الخلاف؟ ايش الخلاف؟ ما في خلاف. اذا كان مختلط عباره مركبه. الان اذا كان كله صواب بقول تحصيل حاصل. لا اذا اجى مخلط عباره بيطلع عباره الى قيم مختلفه في الصواب والخطا، بس ما بقول عنها لا تحصيل حاصل ولا تناقض. ما بطلق عليها. الآن خلينا نقرأ هذه العبارة. هذول بسموهم المسوران، في عندي مسوران، واحد بسموه يوجد، واحد بسموه لكل. هذا اللي زي الحرف الإي بالإنجليزي، هو مش إنجليزي هذا مش حرف الإي. هذه بنقرأها يوجد عدد صحيح حلاً لهذه المعادلة. هيك قرأتها، تراك قرأتها بالعربي؟ يوجد عدد صحيح حلاً لهذه المعادلة. هاي العبارة صواب ولا خطأ؟ حل المعادلة. حليها. هاي جملة مفتوحة 3 سين زائد 9 يساوي 0. بطرح 9 من الطرفين. 3 سين يساوي سالب 9. إذا سين تساوي سالب 3. الجواب اللي طلع عدد صحيح ولا مش عدد صحيح؟ إذا هذه العبارة صائبة. مرة ثانية يوجد عدد طبيعي حلا لهذه المعادلة. نفس الشيء راح احل المعادلة، طب ما هو حل المعادلة قبل شوي حليناها طلع مش طبيعي، إذا هذه خطأ. يوجد عدد حقيقي حل لهذه المعادلة، هذه خطأ. أعطيني عدد طبيعي لما تربعيه بيطلع سالب 1، لما تربعيه بيطلع الجواب سالب 1. ما في لو نقص واحد، لا لو موجب واحد هون في جوابين. هذا شو اسمه؟ هذا بسموه مسور جزئي. بعض في عدد في احد. بالضبط. المسور الكلي اللي هو اللي كل طلع كيف كاتبينها بالعربي؟
لكل عدد حقيقي فإن مربع العدد أكبر من أو يساوي العدد نفسه. طلعوا كيف أنا مكتوب رياضيات رموز، أنا بقرأ عربي قاعد، أنا بقرأ شو فهمت من العبارة. هاي مشكلة رئيسية ترى في الرياضيات، إنه الأغلبية يقرأوا الرياضيات كرموز فقط، مش فاهمين شو معنى اللغة اللي وراها، شو الفكر اللي وراها. اقرأ الفكر مرة ثانية، شو بقول لك؟ في لكل عدد حقيقي، يعني أي عدد حقيقي في الدنيا لما تربعين بيطلع أكبر من العدد نفسه. العبارة هاي أو تساوي، هل هذه العبارة صواب أم خطأ؟ صحيح بيني. جيبي أي عدد ربعين مثلا، خذي خمسة ربعين مظبوط، 25 أكبر من 5، 26، 6، 7، سالب 3، 9. يعني هاي العبارة إيش؟ صحيح. تخيلوا هاي تجيكم في الامتحان، سهل جدا، وتحطوا لي عليها إيش أنتوا؟ تحطوا لي صواب وأنا بحط لكم صفار، لأنه غلط. لأنه غلط، لأنه خدعة. فكر كويس، شو نفي، شو نفي عبارة لكل؟ أصغر أو يساوي، نفي عبارة لكل. لحظة شوي يا جماعة، طولوا بقى. نفي عبارة لكل يوجد، ونفي يوجد لكل. فإذا هذه العبارة صواب فنفيها بيكون خطأ، وإذا هذه العبارة خطأ نفيها بده يكون صواب. خلينا ننفيها بالأول، ننفيها. يوجد بدنا فيها، دعلمك كيف تنفيها. مش هي لكل؟ أول كلمة لازم نسمعها بالنفي يوجد. يوجد عدد حقيقي حيث المربع أقل من العدد نفسه. شو نفي الأكبر من أو يساوي؟ أقل. هسا ما هو واحدة من هذول صح، يا هاي صح يا هاي صح. أنا مش عارف، أنتوا تجاوبتوني إنه هاي صح، رقم اثنين صح، وقلت لكم تاخذوا صفار لما تجاوبوني عليها. ليش؟ معناته أنا كأني بقول إنه هاي هي الصواب وهاي خطأ. فكروا كويس، اللي فوق خطأ. طب إذا جبت لك مثال لا صح، بقول في طالب من طلاب الجامعة نصاب. لو جبت واحد نصاب ووريتك إياه بطلع أنا عبارتي صح. ركزي هسا لما أجي أقول في واحد من الطلاب عمره أكبر من 60 سنة في الجامعة العربية المفتوحة من طلاب فرع الأردن، يعني بالتحديد هيك، الآن حتى تصير عبارتي صح لازم أجيب لك مثال على طالب. يعني اللي يوجد هاي بكفي تجيب لي مثال عليها، لكن اللي كل طلاب الجامعة العربية المفتوحة يعملون، جيب لي طالب بيشتغلش بصير عبارته غلط. أنا قلت لي كلهم بيشتغلوا، جيب لي واحد بيشتغلش شو بطلع؟ تعميمه غلط. طب الجمع هي أكبر أو يساوي؟ أه؟ يعني العدد الحقيقي اللي إحنا ممكن نشوف فيه واحد. لا انا اشطر منك، انا بشك في شيء ثاني. لا انا بشك بالاعداد بين صفر وواحد. بين صفر وواحد، خذي عدد بين صفر وواحد نص. ممتاز، النص هو سين، هو العدد الاصلي. ربعي ربع، مين اكبر مربع ولا العدد؟ العدد اكبر، النص اكبر من الربع. معناته هاي العبارة اللي مكاتبها الكتابة هي عبارة خاطئة. أوصل بدك تحليل، بدك تحلل. بدك تحلل. أنا ما هو شوفي، هاي العبارات ظاهرها صحيح، الواحد يطلع عليها لأول وهلة بنخدع فيها. لو كان كل عدد طبيعي بتصير صح، لو قال له كل عدد صحيح بتصير صح. الحقيقي والنسبي، لأنه النسبي بيضم الكسور، فهي أصلاً شاذة بس عند الكسور، وأي كسور
الكسور اللي وقع من 0-1 فقط. هاي الخبرة بالرياضيات. لا أنا أقل من واحد. شوفي هاي من الأخطاء اللي بقع فيها المؤلفين. لما بكتبوا الكتب المدرسية بيجوا بكتبوا تعميمات. وهاي لكل تعميم. بعمم. التعميم يعني كل الحالات صحيحة. أنا بقول له تعميمك مش مزبوط لو جبت له مثال إنه كلامه مش صح. بطلع كل شغله غلط. لا لا هذا ما له دخل. سين أقل من سين زائد واحد لكل عدد حقيقي. العدد أقل من الذي يليه. أي عدد في الدنيا حقيقي يعني أقل يعني أي عدد حقيقي في الدنيا. العدد اللي أزيد منه بواحد بيكون أكبر منه. وليش والحقيقي يعطيني مثال غلط. أعطيني سوالب يلا هاتي سالب 5 أعطيني الذي يليه بواحد سالب 4 سالب 4 أكبر من سالب 5 صح إذا صح إذا هذه العبارة صواب 100% الذي يليه يعني الذي يزيد عنه بواحد التالي في الرياضيات يعني الذي يزيد عنه بواحد بتقول لي أنا بتقول لي هاي العبارة خطأ بقول لك أعطيني مثال على إنه خطأ قالت لي السوالب قلت له خذي مثلا سالب 5 أعطيني الذي يلي سالب 4 مش سالب 6 الذي يلي يعني الذي يزيد عنه بواحد طب سالب 4 زيدي لها واحد إذن هذول العبارات يعني بس إحنا حكينا هون عن المسوران اللي هم الكلي والجزئين وهي تستخدم للتعبير عن لا لا بس إني بس إني عبارتين أكبر من أو يساوي صغر صحيحة هاي الآن ندخل على الجبر خلصنا إيش المنطق خلصنا مشينا على الجبر الجبر إحنا مخلصين نصه وإحنا مش عارفين بنمر بس على السريع بنمر مرور على الأشياء اللي مرين علينا هذولا أخذناهن ولا ما أخذناهن هذولا حاصل الضرب الديكارتي وحكينا بنمثله إما على شكل أزواج مرتبة أو على شكل مخططات سهمية أو على شكل بيان متذكرين هذول هذا اسمه حاصل الضرب الديكارتي شو دخل موضوع الجبر في حاصل الضرب الديكارتي نقول حاصل الضرب الديكارتي يمثل جميع العلاقات التي يمكن تكوينها بين مجموعتين أو من المجموعة إلى نفسها كويس والعلاقة هي مجموعة جزئية من حاصل الضرب الديكارتي أي علاقة في الدنيا تعريفها الرسمي هي مجموعة جزئية من حاصل الضرب الديكارتي ما بجيب لك سؤال زي إلا إذا قلت لك عمثلي بس هسه مفهوم العلاقة تفحص العلاقات التالية رائد ابن عدنان يعني علاقة ابن شوفي حتى نتكلم عن العلاقات لو تخيلنا هيك لوهلة إنه حطيت مجموعة راح أسميها مجموعة المجال وأسميها زين رحت حطيت في هاي المجموعة أسماءكم كلكم بدأنا من اسمك اسمك ريم اللي بعدك ياسمين خلاص بكفي وبنكمل وجينا هون شو حطينا صاد وكتبنا هون مفيد بس لا وخاد الجندي ووصلت هيك ومثلاً واحدة وصلت هيك شو يعني شو فهمت طلع العلاقة مكونة من 3 عناصر دائماً أي علاقة في الدنيا لازم أشوف 3 عناصر عنصر بسموه المجال يعني العناصر الأصلية اللي بيطلع منها الأسهم واللي بوصل عليه الأسهم شو هو المدى خلينا نحكي مجال مقابل نحكي مدى الصور الآن في قاعدة علاقة سرية أحياناً يصرح بها وأحياناً لا يصرح بها هو أنا مش مصرح أنا بس أنا لو بدي أكتب على هنا أكتب كلمة شو بتقولي شو الكلمة اللي بتقوليها ريم شو علاقتها بمفيد
ريم دكتور مفيد. طالبة عند مفيد. شفتي كيف؟ ريم طالبة عند مفيد بصير العلاقة طالبة. الآن لو عكسنا خلينا السهم يطلع من عند مفيد يروح على ريم بصير مفيد أستاذ ريم. إذا السهم مهم كيف يتجه؟ لأنك تقرأ حسب من وين طالع؟ رايح منه وين رايح؟ إذا العلاقة ممكن تكون ابن ممكن تكون أب. يعني هون لو عكسنا يعني رائد هون السهم يقدر يطلع رائد لوين؟ لعدنان. رائد ابن عدنان. طب لو عكسنا عدنان أبو رائد إذا السهم هذا مش عوض. طب هاي العلاقات موجودة في حياتنا وين؟ غير علاقات الأسرية وعلاقات الاجتماعية علاقات العمل مليان علاقات. لا بالنهاية رياضية علاقات رياضية ونشوفها بحياتنا كثير مليانة. توقفوا على المرين صبح تتماروا بهالمراي شوفي احكي لك في المراي لما توقفي على المراي لما توقفي قدام المراي انت المجال انت الاصل صورتك جوا بتطلع معكوسة يمين بروح يسار يسار يمين مين اللي عكسها المراي هي القاعدة وقفي قدام الحيط ما بتطلع صورتك المجال موجود المدى وينه ما بين وصلت كيف تخيلي هيك شوف قديش شيء في الحياة اشياء زي هيك في الانجليزي هذول بسموهن functions relations and functions الفانكشن لو بنترجمها عربي بقولوا ايش اقتران احنا بنترجمها بالعربي بنقول اقتران بس كلمه function يعني عمل بعمل عمل فاحنا بنقدر نتخيل العلاقات زي كانها الات وظيفه بيعمل اشي امسك كل الالات اللي بتشوفيها بحياتك هي مثال على اقترانات وعلاقات كيف امسك الغسالي انت شو بتحط جوا الغسالي بتحط الملابس تحطي مي سر مش عارف ايش منظف كذا هذا كلياته اسمه ايش مجال مدخلات اللي اسمين هذولا احنا هون بنسميهن المجال اللي دخلن جوا هذول اسمين المجال شو بصير جوا الغسالة بتتحرك بتلف بتسخن مش عارف شو بتعمل عمل فانكشن هاي بس تخلص بتكب المي طلع الغسيل نظيف وبتسوي مش عارف ايش هذا اسمه ايش المدى هذا كله نموذج اسمه نموذج اختراع تخيلي كل حياتك كلها هيك امسك حياتنا كلها هيك علاقات الفيزياء بدون استثناء كلها اصلا علاقات رياضيه فن او لما اقول لك واحد اكتشف قاعده جديده شو يعني القاعده الجديده شاف متغيرين الناس مش رابطه علاقه بينهم ظلوا يبحث عليهم اكتشف العلاقه مجرد ما اكتشف العلاقه بيحطوا له سر اكتشاف طلع قانون هاي الرياضيات هذا شيء من روح الرياضيات الحقيقيه فلذلك احنا بنعبر عن العلاقات والاقترانات برموز جبريه لتسهيل لفظها في مرات بدك تكتب عن اقتران بدك توصفه بجوز بدك كتاب توصفه في اقترانات معقدة صعبة وصفها صعب فبروحوا شو بيعملوا المحترمين في الرياضيات بحطوا له رمز صغير هالقد الرمز الصغير هالقد اللي بحطوا لك اياه هذا معناه صفحتين بس عشان تسهيل الكتابة يعني في الرياضيات مثلا لما تعمل اشي زي هيك بس شوف الرمز احلاه هذا لما يجي يقول لك صحيح سين وتيجي تعيدي تعريفه باخذ صفحة لا بس هذا يعني وريك كيف لغة الرياضيات إلها وزن مش سهل في اذا حدا دخل على شغلة الزيتا فانكشن هاي زيتا فانكشن صلها 100 وشوي سنة قاعدين بيدوروا على حل حط عالم من العلماء حط معادلة وترك لليوم بيكتشفوا فيها بيطلعوا أشياء منها بيحاولوا يبرهنوها يبرهنوا إنه خطأ أنت بالأول بيفكروا إنه فور فن بعدين بيكتشفوا إنه هاي ممكن تخدمهم في موضوع معين يعني له تطبيقات عملية هائلة
لكن تفكيره الأساسي كان تفكير مجرد، ما له علاقة في الحياة كان. بعد شوي بيكتشفوا إنه هذا النموذج يحاكي موضوع في الحياة وبيحل مشاكل. على سبيل المثال، النظام أنظمة العد اللي إحنا نشتغل عليها، نظام إحنا نشتغل على النظام العشري، إحنا نشتغل من 0 إلى 9 صح ولا لا؟ دعون الكمبيوتر لما طلعوا نظام الثنائي اللي هو 0 و1، أصلاً هذا النظام كان موجود في الرياضيات من أيام علماء المسلمين، اخترعوا أنظمة لحالهم يعني قبل 300 سنة. طيب ما كان له استخدام، كان يفكر انه بخذوه فور فن يعني هيك ترف عقلي. لما صار اكتشفوا الكهرباء وطلعت الكهرباء وكذا، كل اختراعات الكمبيوتر شغالة على الأنظمة العددية تاعت مين؟ تاعت اللي استغروها قبل 300 سنة، وقيس عليها. فالرياضيات حتى لو انت ما شفتي الشيء مباشرة أمامك، بده دراسة عشان تفهمي هذا لإيش موجود، عشانك واسع. إذا هذا لاحظوا هنا، نحط علامات على القواعد، ابن قاعدة، والد قاعدة، علاقات اجتماعية هاي، زوجة علاقة، أخ علاقة، يقبل القسمة على علاقة، أقل من علاقة، يوازي علاقة، مجموعة جزئية علاقة، مليان علاقة، مليان علاقة. أصلاً علم الرياضيات قائم بشكل رئيسي، جزء كبير منه على ما العلاقة بين هذه المتغيرات. والله اللي بيعرف يكتشف، طلع اختراعات. وطبعاً بيكون عادةً أشياء صعبة، يعني اللي بيخترعوها تلاقي العلاقة مش واضحة، ما العلاقة واضحة ما فيش مشكلة، هي بتكون علاقة سرية حسب بيعقدوا أكثر. ممكن يكون مثلاً متغيرين مش يبين العلاقة بينهم، بتجيبي واحد واسطة بينهم بصير في علاقة. مرات مش واسطة واحدة، بدك 5 واسطات تتوصل. شفتوا هاي اللي كانت تيجي مع افتح يا سمسم ولا شو اسمها هاي تاعت السبيستون، الرابط العجيب. بس هذيك غبي، يعني رابط غبي، هون بيكون رابط ذكي. في فرق بين رابط ورابط، رابط بيكون بلوش قيمة يعني هيك تخويف، وفي رابط لا حقيقي فعلا بربط اشياء كثير مع بعض وبفسر تفسيرات قوية. هذا المنظر مر علينا، وممكن امثل كمان العلاقة على شكل جدول، هذا اللي بنركز عليه. ايوه كل هنا ذاك في مجال ومدى، سين هي المجال وصاد هي المدى، وهذه بدل ما هي ممثله بجدول بقدر اعملها محاور، اعملها يعني هاي لو بدي امثلها بعمل هيك، بحط السينات 1 2 3 4، واحد ما في داعي تكتبه مرة ثانية، مرة واحدة تكتب مجموعة لأنه، وهو شو تكتب 2 3 5 8، بعدين 1 رابط مع 2 بحط نقطة، 2 مع 3 بحط نقطة، 3 مع 5 بحط نقطة، 4 مع 4 بحط نقطة، 1 مع 8 بحط نقطة. هذا الشكل بمثل العلاقة بين هذول المتغيرين، بين سين وصاد. لا ما قلت علاقة، أنا ما قلت تجيب الحاصل ضرب ديكارتي، هذا بتحكي لي ما قلت تجيب حاصل ضرب ديكارتي، بس أنا العلاقة هون أنا معرفها، ما بتتشاطري فيها، بتأخذي هاي مع هاي وهاي مع هاي وهاي مع هاي وهاي مع هاي وهاي مع هاي بس. بنعرف بالضبط 100%. هون وين المجال؟ سين. لازم يكون اسم المجال سين؟ لا لا ان شاء الله شو ما كان اسمه مش مهم الاسم. كيف عرفت انه سين المجال اللي طالع من السالب مكتوبه على الشمال؟ بهمش المجال شو هم؟ مجموعه دمشق، عمان، القاهره، بيروت، العواصم، هذول ايش؟ الدول. شو القاعده؟ عاصمة، بس كلمة واحدة اقرأي، دمشق عاصمة سوريا صح، عمان عاصمة الأردن. لو عكست السهم لا لا عكس السهم شو بتصير القاعدة؟ بتصير عاصمتها. يعني أنا لما بكتبها بأزواج
بقول لك دمشق فاصلة سوريا. أنا كيف أقرأها هاي؟ بقول دمشق عاصمة سوريا. طب وين كلمة عاصمة؟ حكاهاش. هذا النمط أنا بكون عارفونه بعقلي. القاعدة يا يصرح بها يا إما أنا بكتشفها. يا أنا بكتشفها. هذا اللي بدرسوه في الصفوف من أول إلى ثامن باسم الأنماط. شو النمط؟ حزازير زي ما بتقولوا انتم. حزازير. ناخذ حزازير. حزير. لا لا مش هذا، مش هذا السؤال. مش للرسمة هاي. ممتاز. السؤال الأول السهل. كم من النمط؟ 12 14 16 حلو سالم ممتاز. هل هي علاقة زي اللي كنت تحكي عنه؟ وين مجالها؟ مجالها مخفي. مجالها بتخيله. ركزي معاي، ركزي معاي أختي، ركزي تستعجليش. بتطلع إنه مجالها سين هو الأعداد 1 2 3 4 5 6. هذا هو الحد الأول، الحد الثاني، الثالث، الرابع، الخامس. منعرف انه المجال راح نتفق عليه انه دائما الاعداد الطبيعيه في الانماط العدديه. احنا خلينا نتكلم عن الانماط العدديه اللي بدنا ندرسها احنا، مش دائما هيك. هذول شو هذول بنسميهم؟ المدى. اكتشفتوا اللي بده يجي بعده صح؟ طب سؤال، لو اني ظليتني ماشي على نفس هذا النمط لما احط 3 نقط في الرياضيات، يعني استمر على نفس النسق، بدي اياك لا توصلي عند الحد رقم 100، شو بكون الجواب هون؟ شو رايكم؟ 200. ما بعرف. طبعا 200، بس كيف طلعت 200؟ انا السؤال هسه اللي بيعجبكم مش اكتبوا لي هذه العلاقه على شكل صاد يساوي اشي في سين. هاي اللي صعبة. كيف بدي اعرف قاعدتي صح ولا لا؟ بمسك الواحد بعوضه مكان سين. 2 في 1 طلع 2 مظبوط. حط 2 مكان السين. 2 في 2 ضبطت. حط 2 في 3 2 في 4 حلوة. صعب الحكي هذا ولا في اسهل منه؟ طيب ما هسه بدنا نجيب انماط. هسه الشطارة بنجيب انماط. هذول بسموهم مخططات سهمية. هون عادة لما نعمل مخطط السهمي بدل ما نعمل مجموعتين منفصلات زي هيك، بنعمل مجموعة إلى نفسها على خط واحد. يعني هون شو بقرأ؟ بقول 1 مرتبط مع مين؟ يعني في 1 و4 هاي الزوج الأول. يلا 2 مع مين جاي؟ مع 3. 2 مع 3 3 مع 4 ما في 2 مع 4 مش طالع سهم 2 ل4 سهم 1 مرة واحدة. طب لو لقيت السهم عامل هيك يعني 4 و3 3 و2 ما في علاقة هذولا هيك بدونها. طب هاي شو معناها هاي؟ 2 مع 2 و2 مع 4 انت كيف؟ وهكذا بقرأها أقول هاي سهلة. يلا الآن كملوا. هذا نموذج نموذج إيش هذا بيسموه؟ نموذج الآلة. هذا اللي حكيت لكم إياه. الآن شو بدي أدخل على الآلة؟ بدي أدخل 2. 2 بده يجي محل مين؟ محل السين. بدي تضرب 4 ب2 + 5 بيطلع قديش؟ 13. هذا المخرج الأول. إذا 2 و13 وصلت كيف الفكرة؟ أنا هنا قاعد بوريكم نماذج للاقترانات. الآن اللي بيجي في الامتحان أكثر واحد تعرف النمط. بيجي ممكن أجيب لك إياه. بنقل عقلنا بنجيب. أنتوا هذا اللي بتحبوهوش. هذا اللي هو الأنماط
مثلا بنحكي عن مجال ومدى وقاعدة، هذول اسم قواعد العلاقات أو قواعد الجرانات. أيوة أنا هسه بسألك سؤال. لا تحفظي شعر سيد طلعي، هذا جبته مرة سؤال في الامتحان. شايفين هاي القاعدة الأولى؟ يعني هاي بقدر أكتبها بدل قاف سين بكتبها صاد. صاد تساوي ثلاثة سين زائد. هذه المسألة الرمز الجبري اللي مكتوب بصيغة رموز، هذا المفروض إنه في الواقع يعبر عن مسألة لفظية. أحكي لي أنت مسألة لفظية لما أترجمها يطلع هيك المعادلة. لا لا ما فهمت السؤال. احكي لي اشي بالالفاظ لما اترجمه انا يطلع رمزه هيك. عيدي عيدي. يساوي العدد الثالث. مزبوط. ما معي ثلاث امثال ما معك مضافا اليه واحد، فكم معك؟ هيا هيا هاي المسائل اللفظية تترجم إلى إلى إيش؟ طيب أعطيكم واحدة آخر مسألة وقفنا عند هاي. هسا بتروحوا لي على البيت بتراجعوا هذا الحكي وبتفوتوا فيه، حاطط أنا رابط خاص خصوصي بس للأنماط وشارح فيه بجوز أكثر من 15 نمط وأغلبية من الصف الثامن، من مادة الصف الثامن، وأسئلة على كيف كيف. طيب الآن بسألك سؤال. أنا مشترك مع شركة أورنج، كويس؟ العقد اللي بيني وبينهم، شوف هذا الكلام لفظي، بتحوله لرموز. العقد اللي بيني وبينهم بيقول لي اسمع، بتدفع شهرياً 10 دنانير. حلو الكلام؟ مقطوعية هذول. وعلى الدقيقة بناخذ منك نص قرش. على الدقيقة هذول 10 دنانير بتدفعهم ان شاء الله ما حكيت ولا كلمة. وبنضيف لك عين قديش؟ نص قرش على الدقيقة. آخر الشهر كم بدفع؟ نعمل قانون قاعدة. ايوه صاد تمثل ما سأدفعه. الصاد هي اللي بدي ادفعه. عشرة بالاكيد بدي ادفعهم. زائد نص قرش في سعر الدقيقة. او عفوا عدد الدقائق. اذا نسيت تمثل عدد الدقائق. هذه العلاقة هي اللي بتخليني اعرف كم راح ادفع اخر الشهر. نفس الشيء. هاي نفس الشيء لما تيجي تروحي مثلا تستأجر سيارة. بقول لك بتدفع في اليوم 20 دينار وكل ساعة بعد 100 كيلو بدفعك عليها هالقد. هذا كله يترجم إلى معادلات رياضية، وهذه المعادلات الرياضية اللي هي نسميها اقترانات أو علاقات. أنا اللي طلبته حسب اللي طلبته انحلت. الآن سؤال واجب عشان تفكروا فيه للبيت. آخر سؤال، أيهما أفضل؟ عرض. انا اعطيك عرضين بتقول لي مين احسن وليش. كويس. انت بتشتغل ايش؟ مندوب مبيعات. شو شغلتك؟ مندوب مبيعات. العرض الاول، العرض الاول انك ايش تاخذ؟ نعطيك 1000 دينار راتب شهري مضافا اليه، مضافا اليه عمولة 1% من المبيعات، شرط 1% من المبيعات التي تزيد، شرط التي تزيد عن 10,000. يعني لو صار عنده مبيعات أكثر من 10,000 بعطيه 1%، بعطيه 1% عمولة فوق 1000. هاي النوع الأول. العرض الثاني إني ما أعطيك راتب بالمرة بس أعطيك 10% من إجمالي المبيعات.
بغض النظر كم بعنا من إجمال المبيعات، بغض النظر كم بعنا. السؤال أيهما أفضل، العرض الأول ولا الثاني؟ ليش؟ لأنه يمكن يأخذ يعني يبيع كثير العرض الأول. هاي إجابة متسرعة. الإجابة الصحيحة بدك تعملي إنه من نفرض إنه سين هي المبيعات. أول سؤال وأهم سؤال، كم لازم يبيع عشان المبيعات تتساوى، العرضين يصيروا زي بعض؟ طلعيها فكروا فيه، هذا سؤال امتحانات. ايوه هذا سؤال امتحانات. بس اكمل جداول صح ولا غلط؟